ولكن في يعني بشكل عام يعني نحن نسمع ونتابع تصريحات المسؤولين في أوكرانيا الذين يقولون بأن الدنباس جزء لا يتجزأ من الدولة الأوكرانية. يعني سعادتك تتحدث عن مساعدة الغرب لأوكرانيا فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية، أنتم أيضا متهمون في روسيا بأنكم تقدمون مساعدات عسكرية للانفصاليين في الدنباس، وأن الدنباس يعني أصبح يعني بحكم الأمر الواقع كما يقال يعني ديفاكتو جزءا من روسيا. ما تعليقكم؟ نحن ندعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى معونات إنسانية، وعلى هذا وعلى العديد من سكان دنباس لديهم جنسية روسيا الاتحادية، وأود أن أشير هنا بشكل جازم في أنها ليس خبرا جديدا على أوكرانيا. العديد من الذين يعيشون في الأجزاء الغربية من روسيا لديهم جنسية بولندية، جنسية مجرية، جنسية رومانية. هذا ليس أمرا جديدا. فيما يقال الآن في أن العديد من سكان دنباس لديهم جنسية روسية هو أمر ليس جديد وليس خارق. لكن عفوا سعادة السفير، يعني أنتم في السنوات الأخيرة فقط بدأتم في تسهيل إجراءات يعني سكان الدنباس في الحصول على الباسبورات أو جوازات السفر الروسية. بالفعل في الفترة الأخيرة في السنوات الماضية تم تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني أو للقاطني دنباس، وهذا لا يعد بشكل أو بآخر أنهم لقد قمنا بذلك لأنهم يعيشون في أوضاع إنسانية سيئة. لقد قلت أكثر من مرة أن هناك حصار اقتصادي من جانب السلطات الأوكرانية عليهم، وعلى هذا الأساس يريدون أن يعملوا، يريدون أن يبعثوا أبنائهم للتعليم، يريدون أن يحصلوا على خدمات صحية. ومرة أخرى أود أن أقول أن كل الأجزاء الغربية من أوكرانيا على مدى سنوات كثيرة كانت لديهم إمكانيات كبيرة أن يحصلوا على الجنسية البولندية، الرومانية، المجرية، خاصة إذا كانوا إذا كان لهم بعض الانتماءات للأقليات المجرية والبولندية وغيرها. إن الجنسية الروسية أيضا نستطيع أن نعطيها للعديد من هؤلاء المواطنين. إذا كانت في أوكرانيا بشكل لسنوات عديدة كان لهم الحق في مواطني الأوكران في الحصول على جنسيات مختلفة، أيضا لديهم الحق في الحصول على الجنسية الروسية. ولكن يعني هناك فرق كبير سعادة السفير، يعني العلاقات الأوكرانية البولندية علاقات جيدة، العلاقات البولندية الأوكرانية الرومانية أيضا علاقات جيدة، ليس هناك توتر في العلاقات بين أوكرانيا وهذه الدول التي تمنح مواطنين أوكرانيين جنسيتها، يعني هذا فرق كبير. نحن نتحدث عن الأساس القانوني، لا يجب أن يكون هناك أي اختلاف، لا يوجد هناك تفرقة، كلهم سواء، هناك مساواة. إذا من الناحية القانونية إذا كان لأحد المواطنين الحق للحصول على جنسية ثانية، إذا فليختر هذا المواطن أي جنسية يحصل عليها، إذا لا يجب أن لا نعطيه الحق في ذلك. وعلى هذا الأساس نحن ننطلق هنا من مبدأ أنه حق أصيل لأي قاطن في إقليم دنباس في أن يحصل على الجنسية الروسية. ولكن أود أن أشير هنا إلى أن روسيا لا ترغم أحدا بأي شكل من الأشكال من قاطني إقليم دنباس في أنه يحصل على الباسبور أو جواز السفر الروسي، ولكنه حقه الأصيل هو الرغبة التي دفعت هذا المواطن في الحصول على الجنسية الثانية. إذن هم من في عام 2014
14 هم بكل حرية قاموا بالتصويت على لوغانسك ودنيتسك على استقلال تلك الأقاليم، حيث أنه بعد ما حدث في فبراير عام 2014 في كييف حينما قامت السلطات الأوكرانية وحينما وصل إلى السلطة القوميون الذين قالوا أنهم سوف يمحون اللغة الروسية من أوكرانيا، يمحون التاريخ الروسي، هذا التاريخ المشترك الذي يدرسه ويحفظه كل قاطني الشرق أوكرانيا. ولكن إذا يعني اتبعنا هذا المنطق، هل أنتم توافقون على أن تمنح الصين مثلا جنسيتها للروس في الأقاليم الروسية المتاخمة القريبة من الحدود الصينية؟ هذا الوضع في الوقت الحالي نحن لا نرى أن هناك نحن يجب أن ننطلق من الحقائق الموجودة حاليا في الواقع. تلك الحقائق التي ذكرتها الآن، لا يوجد هناك اتجاه للحصول على تلك الجنسية، وعلى هذا الأساس لا يجب أن نطرح هنا بعض الفرضيات غير الواقع.